الدنيا أكلت شربت عملت حكمت عليا محكمة الحياة، صبرت وبالقانون زي ما هم حكموني بالقانون، خدت رد اعتبار بالقانون الحمد لله. وهو ما يعرفش ان ورقي دخل، لان انا خدت رد اعتبار واساسا لالغاء السابقه الاولى وانا ما كانش عندي غيرها الحمد لله. ولكن واخد حكم محكمه، ولذلك ورقي قبل في عضويه مجلس الشعب. ورحت قابلت الاستاذ كمال الشاذلي وقلت له في دلوقتي في المركز، لان احنا ناس قدام في المركز وعيله معروفه في المركز في بلدكم يعني في مركز الشهداء. لا مركز الشهداء 22 قريه و96 عزبه. ايوه انا بوضح للمشاهدين كلمه المركز لا عشان ما يعرفوش مش عارفين. لا مش مركز الشرطه لا المركز يعني مركز يعني بيضم كذا قريه زي المحافظه زي عاصمة المحافظة. عاصمة المحافظة زي شبين الكوم، بس شبين الكوم ده عاصمة يليها منوف العاصمة التجارية يليها كذا يليها كذا يعني حسب الأهميات وسنا مش عارف ايه ده بالنسبة لمحافظة المنوفية. فرحت للأستاذ كمال الشاذلي وقابلته قلت له أنا من الحزب فما ينفعش أنزل ضد الحزب، بس الحزب هيسقط لأن نازل كذا 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 كذا. قال لي والله انا اللي نازل ده ابن صديقنا وانت عارفه وقريبك برضه وكده. قلت له هو ادى كل اللي مع كل ما عنده خلاص بقاله 16 سنه ده وقت ما انت كنت مرشح نفسك بقى في مجلس الشعب لسه بعد نفسي طب وهل انت من حقك ساعتها سمعت كلمه بقى هو راح يسال ليه ويعمل ليه هو ورقه اساسا هيتقبل فقلت لهم لا ده انا ورقي يتقبل ونص لان انا معايا حكم محكمه وثقوب بالتقادم والحاجات دي كلها ورحت قدمت الورق في مديريه الامن واتقبل وخدت رمز الطياره وعملت ستيكرز بس ما احنا عارفين انك انت كنت رمز الطياره وبعد كده حضرتك قبل انتهاء الترشيح قبل قفل باب الترشيح بيوم رحت سحبت الفلوس تأمين. ليه؟ انا اثبتت لهم اهو لو كان في حد هيقدم فيا طعون الورق قعد 10 ايام عندكم محدش طعن فيا ولا في مشروعيه وجودي. هل انت قدمت الورق وعملت كل الاجراءات دي وكل الخطوات دي لاثبات حاجه في نفسي؟ حاجه في نفسك ده اللي انا عايز اقوله يا استاذه. انا الوحيد اللي اتحاسبت فانا الوحيد اللي لازم اجيب حق النفسي. حقي مش لنفسي بس، حقي لاولاد اخواتي، لعيلتك كلها، لعيلتي كلها. ليه انا من جوه انا ليه انا الوحيد اللي دفعت الفاتوره من حقك؟ انا الوحيد اللي دفع التشيك اوت بتاع الاوتيل ودفع الباركنج ومدي بقشيش وانا خارج من الباركنج وقلت لهم شكرا وخلاص وعفى الله عما سلف وخير الخطائين التوابين. صحيح. وتوبت والحمد لله. وانا ده شكل واحد بياخد حاجه يعني ده بقى انا لا راجل بعمل مكياج ولا بعمل بتاع وخارج كمان من عمليه جراحيه وكده وعملت اعمال بعد ما خرجت وخلاص ما شاء الله وصفحه واتقفلت ما شاء الله. ليه ساعات كده يا احنا في برنامجنا لا نحاسب حاتم انما احنا نقول من هو حاتم ذو الفقار الذي لا يعرفه احد. على نفسي من الاساتذه اللي هم المفروض زملاء و و و و و و و احنا لما كنا زمان بنسمع ان في زميل كده عنده ظروف انا ممكن انا اسيب الدور وهو كان يعمله. طب انا لو سالتك سؤال وقلت لك من هو حاتم ذو الفقار؟ هو حاتم محمود عايز اورادي. طب تحب احنا نجاوب لك على السؤال ده؟ حاتم انا ملكي. حاتم الذي لا يعرفه احد. حاتم الذي لا يعرفه احد. على فكره انا من الناس اللي ممكن كلمه قد كده تاخذ الكلام من بقي. انا لسه كنت هقول لك دي ترضيني وكلمه قد كده ممكن يعني تخليني اصل الى درجه الغليان دولا فوران بحيث ان انا ما افرش على حد فبأحبس ده حسب معزه الشخص اللي قدامي ده وخاصة لما بيكون من صديق بتصعب عليا أكتر وبتأثر فيا لما بروح لأكتر.